من خلال التقرير التالي الزملاء مصطفى لطفي ومصطفى خليفة. المسحرات مهنة رمضانية قديمة التاريخ، حيث أن أول مسحرات في الإسلام كان سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه. كان يطوف الشوارع والطرقات وينادي بصوته العذب ليوقظ الناس للسحور، ومن هنا عرفت مهنة المسحرات. وفي مصر المحروسة عرفت هذه المهنة في زمن الوالي عنتبة بن إسحاق، ثم تطورت، فبعد أن كان المسحرات يمسك عصا وقنديل أصبح يحمل طبلة ليدق عليها فيسمعه القاصي والداني. أما في العصر الحديث المسحرات على دراية تامة بسكان المناطق التي يطوف بها، فقبل الإمساك بساعتين يبدأ المسحرات جولته الليلية في الأحياء الشعبية موقدا أهلها من خلال ضرب طبلته وصوته الجميل، مما يضفي سحرا خاصا على المكان. والله احنا كنا قاعدين مع بعضنا كده كفرقة، قلنا نعمل حاجة جديدة في البلد وحاجة تفرح البلد، قلنا نعمل مسحرات يعني، ومنها برضه فكرة حلوة يعني والناس فرحانة بيها يعني. بتختار الأغاني إزاي؟ الأغاني اللي هي التراث بتاعتنا يعني، أغاني رمضان اللي هو الأغاني بتاعت رمضان جانا وراح وراح، ليه التراث بتاعنا يعني بتاع الأغاني المصرية. بتشتغل الساعة كام؟ من الساعة 12. إزاي بتختار الشوارع والأماكن والقرى؟ والله احنا بنختار الأماكن والشوارع، مثلا بنختار المدينة ومختار القرى العوضات والظفرية والقلعة، يعني يوم في القلعة ويوم في الظفرية ويوم في العوضات ويومين في المدينة، عشان المدينة يعني نرضي في المدينة عشان المدينة واسعة شوية. في تفاعل من المجتمع والأطفال؟ في تفاعل جامد، الناس كلها فرحانة بالموضوع وقابلة الموضوع، وكله يعني العيال والكبار والسيدات والأطفال عامة كله فرحان بالموضوع ده، يعني كله حابب الموضوع ده، ما فيش حد زعلان مني يعني، أنا كله فرحان وفرح العامة الكل. في الزيحة اللي كنت تلبسه اللي سمعت إنه لبسه مميز؟ والله هو في لبس مميز، بس يعني معلش حصل ظروف النهارده ما لبسوش، والله معلش للأسف احنا آسفين يعني. ممكن تسمع حاجة؟ ماشي. مرحب شهر الصوم، مرحب بالليل سعاد على الناس. كل سنه وانت صحة وسلامة، وأمة محمد كلها بخير وخير وسعادة إن شاء الله، وربنا يجعل أمة محمد دايما في خير وسعادة إن شاء الله، وبركة شهر رمضان الكريم، وربنا يفرج كل شيء إن شاء الله يا رب، وربنا ينصر فلسطين ويقوي الإسلام وينصر الإسلام في كل مكان. كنت معكم من محافظة قنا مصطفى خليفة ومنتصر لطفي لصباح طيبة.